الفتوى كما نقول شيء منطور جاي هنا. تذكر قضية الغياب البرلمانيين ديال أسرى المعاصرة، أنتم حاضرين كتحضروا في داخل مؤسسة البرلمان على أن أكبر حضور ديال في البرلمان هو لأسرى المعاصرة. والمثال اليوم ما بعدش اليوم اللي صوتنا على المرشح ديال المحكمة الدستورية، الحضور ديال أسرى المعاصرة 85%، 85% ديال البرلمانيين أسرى كانوا حاضرين. أكبر عدد ديال البرلمانيين اللي حضروا هما ديال الأسرى المعاصرين، كاين حضور مستمر داخل اللجان كذلك، فوق تحضروا داخل اللجان. نعم اسمح لي مزيان يكمل باش ما تقاطعوش، يكمل وديك الساعات راه غادي نعاودوا نسكتوا الا كاين شي اسئله اخرى. نعم نفس الفكره، كنلاحظوا بان البرلمان مزيان ديال كثير الاحصائيات ديال الأسرى المعاصرة، ولكن في العموم لاحظنا، انا شخصيا كنتابع البرلمان من 2013 كنت كنعطي الجلسات ديال الوالده، كنلاحظ بان هذه الولايه هذه هي اضعف نسبه الحضور اللي كتسجل. ماشي اضعف، لا انا نقول لكم بكل صدق، بكل صدق، البرلمان اشكاليه الحضور داخل البرلمان اشكاليه ماشي غير في البرلمان، هي اشكاليه دوليه. فين ما مشي للبرلمان في العالم كيكون فيهم الغياب، حنا ما كنسمعش غير الغياب، ولكن خص يحضر واحد العدد كبير، خدم مسؤوليه، يعني اسمو ريسبونسابيلتي باش تكون حاضر، ان بارلمونتير عنده مسؤوليه باش يحضر خصو يحضر. ولكن عندما كتحضر لك 85% راه اسمح لي راه هذا الالتزام، هذا كيبين على ان البرلمانيين ديال الاسرى المعاصره راه ملتزمين، راه كيحسوا بالمسؤوليه ديالهم. اذا 85 ماشي ساهله، داخل اللجان راه كنتو كتحضروا في اللجان، لا يمكن ان تنعقد لجنه اللي فيها 10 ديال البام ولا بيت سعود و10 البام، كنلقاو فيها 12 13 14 البام، ما كاينش شي لجنه انعقدت لجنه ما فيهاش الحضور الوازن ديال الاسرى المعاصره، ماشي الحضور والنقاش داخل اللجان كتسمع هذا الشيء. في الواقع انا فخور بهذا الفارق، فيه في الواقع فوق كما قال السيد نائب الامين العام على انه فيه واحد النسبه كبيره ديال التجديد، فيه واحد النسبه كبيره ديال الشباب، فيه سواء كانت اناث او ذكور، شفتوا على انهم عندهم قدرات كبيره جدا للمرافعه والمرافعه الدفاع عن الساكنه اللي دارتهم. فيما يخص قضيه مولاي هشام المجد، مولاي هشام المجد اولا صديق ديالي بزاف، صديق ديالي من المنطقه عندي، وكنعرفوا هذه فايتة 20 سنة، من الشباب المتميز ديال الأسرى والمعاصرة، أنا نكونوا فخورين به، ما نكذبوش على الله، من الطاقات اللي هي في الواقع اللي كل واحد يفتخر بها. وقع مشكل كبير شي شوية، كبير، لأنه عندما تتكلم ماشي تتكلم كسؤال بينك وبين وزير، تتكلم باسم فريق، باسم فريق، وكتقول دوك الجمل كاملين عقلت عليهم، فيه في الواقع واحد النوع المساس بما يخص واحد الميثاق اللي كيجمعنا كاغلبيه، انك كتكلم حتى باسم فريق، الا فريق قال لك كلام يعني اننا خصنا نسحبوا من الحكومه. وبالتالي كاين هذه الاشكاليه ديال اللي طرات مع السي مولاي هشام المجري، ومازال مولاي هشام المجري برلماني باسم حزب الاسرى والمعاصره، وراه غنشوفوه ان شاء الله في الدوره الجايه، ان شاء الله غنشوفوه داخل اروقه المجلس باش عاوتاني يقوم بالواجب ديالو اللي كيقوم به. حنا ما غنفرطوش فيه، لا يمكن لا السيد رئيس المجلس ولا السيد الامين العام ولا اعضاء المكتب السياسي كيعرفوا كاين هناك ظروف اللي جرات على انه الواحد خصو ينضبط، البرلمان فيه مسؤوليه، ولكن الانضباط راه ماشي هو نقولوا مسكتوا، ولكن الانضباط كاين مسائل اللي يمكن عندك الحريه البرلماني ديما كنقولوها، البرلمان عنده حريه في الدفاع على المواقف ديالو، انه هو عنده كيمثل الشعب، ولكن عنده كذلك واحد الواجب اخلاقي باش يدافع عن الحكومه، لان صوت على واحد البرنامج حكومي اللي هو صوتنا عليه حنا، هذاك البرنامج صوتنا عليه واللي خصنا ندافع عليه، هذا هما اللي كنقولوا حنا للنواب والنائبات ديالنا. فيما يخص هذا نزيد على السيده الرئيسه ديالنا على قضيه هذه الحركيه اللي قالت لك لا الضيان ديالنا في الواقع هو هذا الشيء، ديما كيسولونا الناس علاش هذه الحركيه في الحزب الاسرى والمعاصره، مين تخلق؟ راه قالت السيده الرئيسه مين تخلق؟ هو اون موفونس ديالي، ما يمكنش البام ما يكون فيهش هذه الحركيات، ولكن للمتتبع السياسي هذا كيعرف وقت ما كيكون الهجومات كبيره وقويه على الاسرى المعاصره اش كنلقاو كيزلوا بزاف. راه ما تنساوش اش كان داز على الاسرى المعاصره في الربيع العربي، ما تنساوش اش داز على الاسرى المعاصره في 2015 واش دار، ما تنساوش داز المعاصره في الانتخابات السابقه. اذا
وكان جزو من 40 60 الثاني قوة في البلاد. وبالتالي هاد الهجوم اللي الهجومات اللي كاينين في الأسرة المعاصرة لا اش كدير كتقوي الحزب ديالنا تقويه وكتعطينا واحد الديناميك كتعطينا المستوى اللي يكون على يقين ان هاد الهجومات كلها هي اللي غتجعلنا باش نكونوا تصدروا الانتخابات ان شاء الله في 26. هادشي غادي نقول السيد الرئيس.